خلينا كمان نتكلم مع يعني إحدى السيدات الموجودين داخل قرية السماحة. بتتنبلنا دلوقتي على التليفون سيدة فرغلي من السيدات المعيلات اللي موجودين في قرية السماحة. مساء الخير على حضرتك، ولو تقولي لي أكتر عن هذا المجتمع النسائي اللي موجود في قرية السماحة في أسوان، و انتوا شايفين ازاي القرية وازاي والناس بتتكلم عنكم انكم نموذج لسيدات مصر اللي شايلين الحمل وشايلين الحمل الثقيل وشايلين اسرهم؟ الله، اولا اهلا وسهلا وبرحب بيكم وبنشكر السيدة على الفتح. استأذنك تقفي في حتة فيها شبكة علشان انا اقدر اسمع حضرتك كويس. كده كويس؟ اتفضلي. الو، ايوه انا سامعه حضرتك، اتفضلي احكي لنا يا سيده عن المشروع اللي انت بتعمليه، عن الشغل اللي بيحصل في قريه السماحه منك ومن السيدات التانيين اللي موجودين جوه القريه. اولا اهلا وسهلا بيكم بالبرنامج، اهلا بك. وبنرحب بيكم وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبندعوه زياره السيده حرمه لقريه السماحه، وبنشكر السيد الوزير السيد المحافظ اللواء المحافظ، ربنا يبارك فيه ويعزه ويحفظه. واحنا والله احنا كسيدات الدوله، يعني كسيدات معيلات، انا من ضمن المطلقات بداخل القريه، وعندي بنتين. ولما انا جيت السلام القريه دي كانت 2000 و2001. فطبعا احنا مش الست عمود الفقري بتاع البيت بس، لا، الست عمود الفقري، يعني مع احترام للرجاله برضه للدوله. يعني الستات عندنا في قريه السماحه اثبتت فعلا ان ما فيش فرق بينها وبين الراجل. حققتي ايه يا سيده من 2001 لحد النهارده؟ اتفضلي يا فندم. حققتي ايه من 2001 لحد النهارده؟ يكفي ان انا ثبت وجودي وربيت بنتيني وما احتجتش، لان اتطلقت كده خلاص كان على جنب ومش عارف اربي بناتي، رغم اني ابوه ما بيدينيش حاجه، لكن الحمد لله كنا بنروح وبناخد الجرار وبنركب الجرار لمؤاخذه وبنركب كرشه اللودر وكنا بنحرس الارض. مين علمك الحاجات دي يا سيد؟ احنا كنا بنبص بصراحه، احنا عندنا كمجتمع صعيدي غلط ان الست تطلع وتروح تزرع، فكنا كانت اصعب حاجه لينا ان احنا نطلع في ارض ونزرع ونجلع، عيبه عندنا كبيره جدا. علشان كده القرية بقت كلها يعني مجتمع نسائي علشان تقدروا تعملوا ده بحرية. عملنا، كانت الواحدة بتجيب كل واحدة معاها أولادها ومعاها بناتها صغيرين. بسم الله ما شاء الله، يعني طلعوا البنات دلوقتي اتجوزوا، دي أخذت ولد دي ودي أخذت بنت دي، وبيجي في نسب، وكل واحدة جابت ولدها بيت، وبيجي ما شاء الله قرية من السيدات بس، لا بيجي أولادهم وأحفادهم وعمروا القرية ما شاء الله. أهم حاجة ربيتي عليها بناتك إيه سيد؟ إن هم يبقوا قويين ما يضعفوش، إن الواحدة تتحمل المسؤولية، إن هي ما فيش حاجة اسمها صعب قدام الست، مش لا أنا اتطلقت أو جوزي توفى يبقى أنا أحط يدي تحت خدي وأسكت استنى مثلا الحسنة، لا، في حاجة اسمها في أمل، لا أولا، وفي ناس وفي ده، وأنت عايشة في دولة كويسة وفيها ناس كويسين جدا وفيها مسؤولين كويسين جدا يوقفوا معاك في اي وقت، وانك انت دي ثابته على مبدأك، وعلى وانك انت عايز تعملي حاجه، يعني انت في دماغك حاجه واحده عايز تحققي. اكتر حاجه كنتوا محتاجينها في قريه السماحه واتحققت لكم، واكتر حاجه لسه محتاجينها ولسه ما اتحققتش؟ والله احنا الحمد لله دلوقتي السيد اللواء المحافظ هيجيبنا قوافل طبيه، ويوم الاصحاح برضه بعت لنا، يا ربنا يبارك فيه، وبنقول له كل سنه وانت طيب، وبشكره بالنيابه عن جميع الاهل القريه، وجاب وهيجيب يعني حاجات للاطفال برضه بتاع القريه، وفي مدرسه في مستوى تقصير بيعملوا مشروع تبع المشروع تبع المناطق الزراعيه وتبع الزراعه، نادي نسائي فيه طبعا حاجات حسيه للسيدات، نادي نسائي، عاملين فيه مثلا طبعا جايب برضه مشروع تيل سيدات على اساس ان هم تبقى فيه
حرفيين يعني في خياطة، في تطريز خرز، في بنعمل أدوات توعية، بنعمل بيئية وصحية، وبنعمل محو أمية فيه، وبنعمل يعني بصي كل حاجة حلوة فيه. تحسي إني كنت مش قاعدة مثلا وسط مع ناس، مع سيدات الصعوبات قدامهم، وبرغم الصعوبات على فكرة وأنا سامحة المفروض كرمز مش لي مش للدولة كلها، إن الناس برغم الصعب اللي هي شايفته السيدات دي وهم قاعدين وصابرين وصامتين لغايه مرض وجوز في القريه وعاش في القريه برغم الصعوبات والمرأة اللي شافوه دلوقتي حاليا. ربنا يبارك في السيد. لكن طعم النجاح يا سيده بينسي طعم المرار اللي شفتوه. طبعا أنا يعني فخورة بيكي وبشكرك على وجودك معانا سيدة فرغلي من السيدات المعيلات اللي موجودين في قرية السماحة مركز إدفو في أسوان.